شوف باسيرو كومباوري يعطي التمريره ولكن على السباقيه كانت لحارس العبيدي ادم تعب ضربه مخالفه للنادي الافريقي بسرعه توزيع داخل منطقه الجزاء كره في منطقه الجزاء بين الافريقي مزيعات الدقيقه في مناطق الجزاء مسعى الافريقي واضح التسجيل والمحافظه جيراتي نبع من لعبة زوسفيرات كرة في منطقة الجزاء تخرج منطقة الجزاء يخرج بلال السويسي يخرج حارس الاتحاد في منطقة الجزاء هذه الإعادة شوف باسيرو كومباوري يعطي التمريرة ولكن على السباقية كانت لحارس المحاولة للأفريقي التوزيعة في التوزيعة وأيضا وضعية باسيرو كومباوري خرج الكرة والتدخل من دفاع الاتحاد أمامكم على الصورة باسيرو كومباوري مرة أخرى في التمرير سفري كان محاولة وعكس الهجوم والتوزيعة توزيعة في الكروار كالعادة فخر الدين العوجي في المتابعة والأسبقية والكرة دائما عبر بلال الخفيفي بلال الخفيفي يختار التصويب العقربي بكرة والعودة مرة أخرى للخلف لإسكندر العبيدي في محور الدفاع طويلة كرة العبيدي في منطقة الجزاء للنادي الأفريقي التصويب محور في الدفاع يسعد الهجوم وجدي الساحلي كرة خطيرة والتألق بالفعل يلعب كرة طويلة في اتجاه باسيرو كومباوري الترويض من سيف الجربي كرة الاتحاد من جردان التصويبة سهلة في دينا والتدخل ترجع الكرة لسيف الجربي التصويبة من سيف الجربي في مناطق النادي الافريقي هوني بن جردان فخر الدين العوجي صبري العماري حب يصوب ويلقى جيل باهية من الجهة اليمنى أليز اللاعب البرازيلي لكن الاختيار في مناطق الجزاء والاتحاد تطوين الترويض وابعاد الكره وباسيرو كومباوري الساق اليمنى او سيف الجربي يضرب الكره امشى تدخل من سيف الجربي يوزع الكره لعمر الزكري مره اخرى الزكري يوزع كره في منطقه الجزاء وترى هيثم جيرات وجدي الساحلي يلعب كره بعيده تمشي محاوله من بلال الخفيف المحاوله جانبيه والركن التدخل من دفاع النادي التوزيع باسيرو كومباوري احداث الفارق لصالح الافريقي الاختصاصي الاول اسمه باسيرو كومباوري بتصويبه راسيه يغالط الحارس بلال السويسي اذا الاسبقيه لصالح الافريقي من كرات في العمق خطيره والاختصاص بالنسبه لباسيرو كومباوري تصويبه راسيه بخصال متاع قلبيه من الجهه اليمنى والتدخل الاخير من الظهير في الفتره